ثلاثة أسماء أدرجت في لائحة العقوبات الأمريكية هي ناظم سعيد أحمد وصالح عاصي وطوني صعب. هذه العقوبات تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية بتهمة تمويل حزب الله. وبالتواصل مع صالح عاصي الذي يعمل في الكونغو نفى أي صلة له بالحزب، معتبرا أن اللبنانيين يقفون وراء إدراج اسمه لخلفيات تجارية. أول شيء لأقول لك أنه أنا إنسان علماني، أوكي. ما إلي علاقة لا بحزب الله ولا بأي حزب سياسي بلبنان، وأشتغل دائما عبر البنوك اللبنانية والأجنبية. أوكي. يعني وحتى ممول من البنوك اللبنانية، ماخذ قروض يعني من البنوك اللبنانية. إيه عندي قروض من البنوك اللبنانية، فيكم تروحوا تشوفوهم، يعني مش موجودين، يجوا يعملوا علي أوديت. يعني أنا أبدا ولا ما عندي ولا أي علاقة، لا تمويل ولا عطيت ولا شكل تحويلي عبر البنوك. وضعك ضمن هيدي الخانه إذا بدك أسبابه، يعني ليش بدهم ينحط اسمك إذا عم تقول ما في ولا أي رابط؟ هل هي في قصص تنافسية وكتيبة التعريض بلبنان كتيرة ولعبة تنافسية؟ يعني بترجح أنه يكون شيء داخلي من لبنان حدا عم يدز اسمك؟ لا شك في حدا من لبنان وفي حدا محلي من هون الكونغو في لعبة تنافسية كبيرة، إنه أنا من أكبر شركة موجودة هون. طوني صعب الذي يعمل محاسبا لدى عاصي وهو مقيم في لبنان ينفي أي صلة له بالحزب، ويؤكد أن حساباته مكشوفة للمصارف ولا تربطه علاقة مباشرة بالوزير جبران باسيل. أنا كل شيء بعصى عن الحزب ألا بتسمع بالتلفزيون اللي أنت بتقوله، ما عندي لا علاقة لا من قريب ولا بعيد ولا بعرف حدا حتى بحزب ألا. حضرتك مقرب من التيار الوطني الحر مثل ما عم يتم التداول؟ يعني في علاقة مع الوزير جبران باسيل؟ يعني كيف في علاقة؟ شو قصدك بورا؟ يعني أنا 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 إذا بدك ترجع لورا بالتسعين بالتسعين إنه إيه بحب التيار، بس أنا مش بالتيار وما في أي علاقة مع الوزير باسيل وما في أي علاقة مادية مع الوزير باسيل، وما بعرف عم بنصدم بالحكي اللي عم بسمعه. الوزير باسيل بيعطيني مصاري وأنا بحطها بحساباتي وأنا برجع بمول، ما في شيء. أنا هلا بفتح لك التسديد مصرفية عن كل حساباتي، أنا زلمة موظف حساب الفرنسا بانك معي شي 400 دولار وحساب الأجهزة بقال معي 3800 دولار وبالبلام مكشوف على 129 دولار هو القرض الأسكاني اللي أخذه بدفع قصة شهري. في معلومات وزارة الخزانة الأمريكية أن علاقات مالية تربط صالح عاصي بأدهم طباجة وقاسم تاج الدين، وهو ما ينفيه عاصي مشيرا إلى أن طبيعة عمله مختلفة. طب في معرفة أنت وأدهم طباجة؟ كل التحويل بنستلم خير بلد صغير كلنا بنعرف بعضنا، يعني بس انه شو معرفة بنشوفه مرحبا زلمة التقيت فيه كذا مرة عند ناس. حتى انت في شيء تاج الدين ومحمد بزي في علاقة معهم ولا تعرفهم كمان؟ خي ابدا بعرف، لكن مين بيعرفش مين، خاصة الوسط الشيعي بتوع الافريقيا كلنا بنعرف بعض. امبارح اتصلنا بالمحامي الامريكاني لحتى نوضح ونرد على الاتهام المزورة. يعني عاصي يتجه إلى الطعن أمام القضاء الأمريكي، هو واحد من بين 80 اسما وكيانا شملتهم العقوبات بتهمة دعم حزب الله. واللافت أن الأسماء بدأت تستهدف شخصيات غير شيعية في محاولة لتضييق الخناق على داعمي الحزب سياسيا. هادي الأمين، قناة الجديد.